هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة أحد النازحين في رأسه بمستشفى الأمل بفعل استهدافات جيش الاحتلال. وأفاد الهلال الأحمر في بيان بأن المسيرات الإسرائيلية تطالب جميع الموجودين في المستشفى بالخروج منه عراء، حيث تطلق قنابل دخانية على المستشفى لإجبار النازحين والطواقم الطبية والجرحى على الخروج منه.